السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للحديث عن تصريحات محافظ محافظه شبوه حول ضروره اخلاء معسكر العلم من القوات الاماراتيه وعدم ايواء مطلوبين امنيا هناك. قال محافظ شبوه محمد بن عداوي ان القوات الاماراتيه تأوي مطلوبين امنيا في معسكر العلم الواقع في منطقه النفطيه. وطالب بن عداوي في مذكرة رفعها إلى رئيس الجمهورية بإخلاء معسكر العلم من القوات الإماراتية الذي أصبح وكرا للمطلوبين أمنيا وينفذون هجمات واغتيالات لأفراد وضباط في الجيش والأمن، مطالبا بتفكيك المعسكر. ودعا المحافظ الرئيس هادي لإقناع القيادة الإماراتية في معسكر العلم بتسليم المطلوبين أمنيا لمحاكمتهم أمام القضاء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: لماذا تستمر القوات الإماراتية في إيواء مطلوبين أمنيا في شبوة؟ وهل يراد لمحافظة شبوة أن تظل في وضع الفراغ الأمني وعدم الاستقرار؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. من دعم الانقلاب في عدن إلى دعم وإدارة عملية واسعة من الفوضى والتخريب في محافظة شبوة، هي بالتحديد المهام التي تقوم بها الإمارات في هذه المحافظة وفي بقية المحافظات، فيما تواصل الإصرار على بقائها في التحالف عونا للمملكة كما تدعي وحربا على اليمنيين كما هو على أرض الواقع. من معسكر العلم في الجنوب الشرقي من مدينة عتق تواصل القوات الإماراتية إيواء المخربين ومتمردي المجلس الانتقالي وتوزيع الأسلحة والإشراف على الاعتداءات التي تطال المنشآت النفطية في محافظة شبوة واستهداف عناصر الجيش والأمن في المحافظة. أحدث رسالة رفعها محافظ شبوة محمد بن عديو إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي تضمنت شكوى مرة من الإمارات وطالبت بتحديد الوضع القانوني لمعسكر العلم الذي يأوي عشرات المطلوبين أمنياً. المحافظ أوضح في رسالته أن المعسكر لا يقوم بأي عمل يخدم أهداف التحالف، بل أصبح وكراً للمطلوبين أمنياً وتسليحهم لتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد وضباط الجيش والأمن بالمحافظة. وطالب الرئيس بالتخاطب مع قيادة التحالف لإقناع القيادة الإماراتية في هذا المعسكر بتسليم المطلوبين أمنيا لمحاكمتهم أمام القضاء وتشكيل لجنة مشتركة من التحالف والشرعية للتفتيش عن المطلوبين داخل المعسكر. وبما أن معسكر العلم وفقا لمحافظ شبوة يتبع التحالف والشرعية جزء من هذا التحالف، فيتعين إشراك ممثلين عنها بالمحافظة للتواجد بشكل مستمر داخل المعسكر. أما إذا كان يتبع الإمارات لتدريب ميليشيا الانتقال على استهداف الجيش والأمن، فيتوجب إلزام الإمارات بتفكيك المعسكر الذي يقع في منطقة نفطية بهدف دعم التمرد على الشرعية، كما جاء في رسالة محافظ شبوة الثانية من نوعها خلال أقل من شهر. فقد سبق لمحافظ شبوة أن شكى إلى الرئيس هادي من استفزازات يقوم بها طيران الأباتشي الإماراتي ضد النقاط العسكرية المنتشرة بين بلحاف والعلم وكلا المعسكرين تحت سيطرة القوات الإماراتية حتى اللحظة، وذلك للتغطية على عمليات تهريب متواصلة للأسلحة النوعية من بلحاف إلى معسكر العلم الذي تتوزع منه هذه الأسلحة لمتمردي الانتقال في محافظة شبوة. من اليمن إلى ليبيا مروراً بالصومال، تحول إرهاب الدولة الذي تمارسه الإمارات إلى مصدر تهديد خطير لأمن الدول الثلاث، فاللافت أن هذه الدولة لم يرق لها الاستمرار كجزء من تحالف يدعم الشرعية في اليمن، فلجأت إلى الاستثمار في بناء التشكيلات المسلحة المتمردة ودعمها تماماً كما تفعل في الصومال وليبيا وعلى رؤوس الأشهاد. إذن مشاهدينا، نتحدث في حلقة اليوم حول الوضع في محافظة شبوة، وآخرها تصريح محافظ المحافظة أو يعني مطالبة المحافظ محمد بن عداو لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بإخلاء معسكر العلم، وأيضا طالبه الرئيس في التخاطب مع قيادة القوات الإماراتية في هذا المعسكر بتسليم المطلوبين أمنيا الذين يعني يستهدفون قوات الجيش والأمن في المحافظة بشكل متواصل. ونبدأ الحديث حول هذا الموضوع، وينضم إلينا من شبوة عضو مؤتمر الحوار عبد الحميد الحارثي. سيد عبد الحميد، مساء الخير.
مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم. أهلا بك سيد عبد الحميد. نتحدث اليوم حول دعوة المحافظ وطلب طلبه من الرئيس عبد ربه منصور هادي بإخلاء معسكر العلم ويعني إخراج القوات المتواجدة في هذا المعسكر، وأيضا تسليم المطلوبين أمنيا الذين تأويهم قيادات القوات الإماراتية المتواجدة في هذا المعسكر. يعني كيف تقرأ أو كيف تجد تصريح المحافظ بتسليم المطلوبين المتواجدين في هذا المعسكر؟ في البداية اسمحوا لي أن أتمنى لمنطقتنا العربية ولشعوبها الخروج من هذه الفتن المتتابعة التي هي لا شك حصيلة للمراهقة السياسية وعدم امتلاك رؤية استراتيجية لدى بعض الأنظمة المؤثرة في القرار العربي. نعم. نحن في شبوة ممتنين كل الامتنان لقياداتنا السياسية والأمنية التي تعمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي تحقق إنجازات. نعم. تحسب لها. ومن خلالكم ندعو كافة أبناء شبوة طوف ودعم تلك القيادة من أجل مصالح أبناء شبوة العليا. نعم. نحن في شبوة أخي الكريم لدينا رؤية تنطلق من ثقافتنا كمجتمع قبلي محافظ، وهذه الرؤية قائمة على مرتكزات أهمها. نعم. الثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. نعم. لدينا تطلع الحرية واستقلال لإرادتنا ولقرارنا السياسي. نعم. ولدينا في الحقيقة رغبة في العيش المشترك واستغلال مواردنا لما يحقق الرفاه لمواطنينا ورفض الوصاية. نعم. أخي الكريم، من لديه مثل هذه المرتكزات لا شك أنه سيدفع ثمن باهظ، مثلنا مثل شعوب المنطقة التي تدفع ثمن باهظ لا لشيء، وإنما لأنها أرادت أن تتمتع بحريتها واستقلالها وإرادتها في اختيار نظامها السياسي، في اختيار من يمثلها، في رفض الوصاية. نعم. نحن المحافظ هو من أبناء شبوة النجباء. هذا الرجل الذي أتى في وقته وأتى في لحظته التاريخية. نعم. هذا الرجل الذي يعمل لصالح شبوة، لا يعمل لصالح حزب ولا لصالح جماعة، وإنما يعمل لصالح شبوة، لذلك صوته عالية لمصلحة شبوة. طيب سيد عبد الحميد، هنا نقطة مهمة. تفضل. هنا نقطة مهمة فيما يتعلق بمحافظة شبوة، يعني أنت أحد أبناء هذه المحافظة والمطلع على الوضع عن قرب، يعني ما الذي يحدث في محافظة شبوة وكيف هو الوضع؟ يعني كان هناك حديث بأن الإمارات انسحبت من اليمن بالكامل كما تحدثت، وأيضا حول أن تحرير القوات الحكومية لهذه المحافظة ويعني بسط سيطرتها على محافظة شبوة، وبالتالي اليوم يدور الحديث عن معسكر العلم وعن قوات إماراتية وعن قيادات إماراتية متواجدة بالمعسكر وعن إيواء مطلوبين أمنيا. ما هي الصورة في محافظة شبوة؟ الصورة في محافظة شبوة أن هناك تلاحم بين أبناء شبوة، وهناك تناغم، وهناك التفاف نحو الأهداف التي آمن بها أبناء شبوة، ولا يمكن أن تمر هذه الأعمال. نحن في الحقيقة لا أقول على مستوى شبوة بل على مستوى اليمن الآن بأسره. أتى هذا التحالف وفق أهداف معلنة فاستبشر بها اليمنيين ومن ضمنهم أبناء شبوة، ولكن للأسف طوال هذه الخمس السنوات الاحتقان بلغ مداه، ولا ندري ما هي الرؤية لدى هذه الأنظمة. هل رؤيتها أن تحارب هذه الشعوب على استقلالها وعلى إرادتها وعلى حريتها داخل أوطانها؟ هذه حرب خاسرة. نتيجتها اليوم هذه الحرب انكشاف المنطقة برمتها. نتيجة هذه الحرب ضد الشعوب اليوم هو ذهاب أمن المنطقة برمتها إلى الهاوية. نعم. نتيجة هذا الصراع، وأنا أنتهز فرصة أن أعزي الشعب الحر في ليبيا حكومة وشعبا،
على ما جرى ليلة أمس الذي يعني يذمل القلوب. إذا ابقى معي سيد عبد الحميد. ماذا يريدون؟ أنا أتساءل ماذا يريدون هؤلاء؟ نعم، إذا وضحت فكرتك سيد عبد الحميد، ابقى معي. دعنا نرحب بضيفنا المحلل السياسي من عدن، سينضم إلينا سيد أحمد جعفان. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد أحمد، نتحدث اليوم عن الوضع في محافظة شبوة، خصوصا يعني مع تصريحات المحافظ أو طلب المحافظ الأخير من الرئيس عبد الرب منصور هادي بإخلاء معسكر العلم والضغط على القيادة الإماراتية في هذا المعسكر بتسليم المطلوبين أمنيا. كيف تنظر إلى الواقع الحاصل في محافظة شبوة؟ أولا حياكم الله وأهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. نعم، الوضع في محافظة شبوة يعني وضع مهم للغاية من حيث يعني استتباب الأمن وما شابه ذلك، وبالتالي يعني الجانب الإماراتي وكذلك النخبة الشبوانية وكل الميليشيات التابعة أيضا لأحزمة ونخب وما شابه ذلك هي تحاول وتسعى جاهدة ل إقلاق هذا الأمن وخلط الأوراق في محافظة شبوة، وبالتالي فإن محافظة شبوة الأخ بن عدي هو يطلع بمسؤولياته تجاه المحافظة ويحاول قدر الإمكان أنه يقوم بكامل مسؤولياته لاستتباب الأمن واستعادة سلطات الشرعية لقدراتها على بسط الأمن وإعادة المحافظة إلى الاستقرار تحت سلطة الشرعية. لكن هذا الكلام طبعا لا يروق للإمارات العربية المتحدة وهي تسعى جاهدة لخلط الأوراق في محافظة شبوة. نحن نعرف أن محافظة شبوة هي محافظة يعني لها تسميت موقع جيوستراتيجي هام تربط بين يعني جغرافيا اليمن، يعني سواء على مستوى الجنوب أو على مستوى اليمن، خارطة اليمن بشكل كامل، وفيها ميناءين استراتيجيين هامين لتصدير النفط والغاز. يعني بالمحصلة هي محافظة نفطية وهي محافظة أيضا تحظى بموقع استراتيجي هام، وبالتالي فإن الإمارات العربية المتحدة تحاول جاهدة خلط الأوراق بعد أن فشلت فشلا ذريعا هي وأذاعتها. طيب يا سيد أحمد، يعني هنا نتساءل يعني نعم هنا تساؤل مهم. يعني هناك حديث دار في فترة سابقة وصرحت به وسائل الإعلام، وتحدثت الإمارات ببيان رسمي بأنها انسحبت من اليمن تماما، وأيضا هناك فيما بعدها يعني بعد الاشتباكات الأخيرة التي تمت ما بين الانتقالي والشرعية، هناك الحديث أيضا عن السيطرة الكاملة للقوات الحكومية على هذه المحافظة. اليوم يأتي الحديث من جديد بمطالبة القوات الإماراتية في معسكر العلم ومطلوبين أمنيا ويعني الكثير من الأمور. ما الذي يجري في معسكر العلم وما طبيعة القوات المتواجدة في هذا المعسكر؟ نعم، هذا السؤال مهم جدا وفي مكانه الصحيح. طبعا حينما حصلت الاشتباكات ونحن كنا نتابع الأخبار أول بأول، فعلا كان هناك يعني إشارة إلى أنه يعني تم يعني هزيمة كل هذه التشكيلات والسيطرة على كل المعسكرات، لكن كان ثمة معسكر واحد تقريبا لم يشترك، هو كان في موقف شبه محايد، لأنه هذا المعسكر هو في منطقة العلم بالقرب من عتق، وهذا تقريبا هو مركز يعني تخزين أسلحة ومركز لوجستي، وهو كان في وارد استلام الأمور تقريبا بعد أن وضعوا خطة محكمة ل يعني كسر شوكة المعسكرات الشرعية وسيطرة على شبوة، وكانوا ينتظرون يعني كان هذا المعسكر على أساس أنه سيطلع بالدور ما بعد السيطرة على شبوة، ولكن لم يحصل ذلك. يعني صمدت القوات في شبوة، صمد محافظ شبوة، صمد يعني أبناء شبوة وقبائل شبوة، وكلهم كلهم اختصوا في صف واحد نصرة للشرعية، وفعلا بقيادة المحافظ بن عدي وتمكنوا فعلا من كسر هذه المؤامرة، ولم يبقى إلا هذا المعسكر. الآن حاليا هذا المعسكر يعني هو يعني على أساس أنه يخضع لسلطة التحالف، ولكنه فيها كما أشار المحافظ في البيان الأخير والرسالة التي وجهها إلى فخامة
الى رئيس الجمهوريه انه الان اصبح يؤوي ارهابيين، يؤوي مطلوبين امنيا كما ذكر المحافظ. وبالتالي محافظ شبوة الان يرى ان هذا المعسكر هو عباره عن قنبله موقوته، ينبغي يعني ابطال مفعولها حتى يتم استتباب الامن. وهذه المسؤوليه ينبغي ان تكون يعني مسؤوليه الرئيس عبد ربه هادي، حتى يولي هذه النقطه اهتماما كبيرا، لانها مساله مقلقه لمحافظ محافظه شبوة ولكل يعني وللجنه الامنيه في محافظه شبوة. واذا ما يعني بقي ذلك المعسكر في ذلك المكان يعني جميل، اذا ابقى معي سيد احمد، سيقوم بدور تخريبي كبير وسيرتكب الكثير من المشكلات. نعم اذا تكرم بالبقاء معي، واعود هنا لضيفي السيد عبد الحميد الحارث. السيد عبد الحميد، يعني المطالبة بالمطلوبين أمنيا المتواجدين في معسكر العلم والذين نفذوا، وهناك مخاوف من تنفيذ أيضا أعمال ضد قوات الجيش والأمن في محافظة شبوة. هنا التساؤل، هل لدى المحافظ والمحافظة القدرة على الضغط للقبض وأيضا تسليم هؤلاء المطلوبين للعدالة؟ نحن أخي الكريم، السلطة المحلية بما فيها وجهاء المجتمع في شبوة، نحن نطالب من التحالف العربي أن يقوم بمسؤولياته تجاه محافظة شبوة وتجاه كل مناطق اليمن بحسب التعهدات التي قدمها. نحن مثل ما تحدث زميلي، شبوة تعاني من 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 اختلالات أمنية ممنهجة، اختلالات أمنية ممنهجة. نعرف جميعا من الذي يقضي هذه الاختلالات. نعم. نحن أخي الكريم، هناك مسألة مهمة يجب أن يفهمها الرأي العام، أننا في مجتمع ديمقراطي، وهذا المجتمع الديمقراطي قام على التعددية السياسية. فبالتالي أن تأتي دول وتحاول أن تزيح سين أو صاد من الأحزاب أو القوى السياسية أو القيادات أو شخصيات اليمن من المشهد، هذا لا يمكن، لا يمكن إطلاقا. نحن هنا، نحن دفعنا ضريبة هائلة من أجل ماذا؟ من أجل استقلال إرادتنا واستقلال قرارنا السياسي. هذا عبث، لا يمكن مهما حاولوا، هذا عبث يا أخي الكريم، هذا عبث يعني سيؤدي، بل أدى إلى إيش؟ أدى إلى 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 تدمير الموارد البشرية وتدمير الموارد المادية، لا أقول بشبوة فقط بل في كل أرجاء المنطقة. لذلك نحن ندعو إلى العقلانية، ندعو هذه الأنظمة إلى أن تتعقل وإلى أن تفهم طبيعة الشعوب وإلى أن تفهم أن الشعوب في المنطقة لا يمكن. الشعوب يعني أخرجت الاستعمار البريطاني من اليمن، وأخرجت الاستعمار مكافحة أرجاء المنطقة بعتاده وقوته، ولا يمكن أن تقبل يا أخي الكريم. والله الذي يؤلمني أنا في هذه اللحظات أنني عندما يعني أطلع على جريمة يعني ضد الإنسانية، بل جريمة إبادة ضد الشعب العربي، ومن المتهم للأسف الشديد نوام عربي. إلى أين وصلنا يا أخي الكريم؟ نحن لا شك أنه حديثك الآن عن شوة هي جزئية، لكن جزئية من مشروع محكم، مشروع متكامل. إذن بالفعل وضحت الصورة، مشروع يعني نعم وضحت الصورة. يعني أشكرك جزيل الشكر عبد الحميد، سيد عبد الحميد الحارثي، كنت معنا من شبوة، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيف المحلل السياسي أحمد جعفان. سيد أحمد، يعني هناك مطلوبين أمنيا وتخوفات من محافظ المحافظة بتنفيذهم أعمال إجرامية ضد قوات الجيش والأمن في قادم الأيام، أو قد يكون لهم أعمال سابقة. والسؤال هنا، هل لدى المحافظ والمحافظة القدرة في الضغط على يعني القوات المتواجدة في هذا المعسكر لتسليم المطلوبين أمنيا للعدالة، أم أن الأمر يعني فيه الكثير من الصعوبة؟ نعم، هي القدرة متوفرة، لكن الأخ المحافظ يحاول أن يمضي بخطى واثقة وبخطوات أيضا يعني يستمدها من المشروعية، ولا يحاول أيضا من خلالها أيضا يعني القيام بأي استفزازات يعني لدول التحالف وبالذات المملكة العربية السعودية. ويبدو أن يعني هناك بعض
الأصوات وبعض الوساطات يعني هي التي تحاول أن تحتوي هذا الوضع، لكن هم المعسكر الآخر هو يستغل هذه الفرصة ويحاول فعلا أن يعبئ قواته. وحتى كانت هناك إشارة أيضا إلى أن هذا المعسكر يبدل قواته كل نصف شهر. وللمعلوم أن يعني قبل أسبوعين تقريبا أو قبل أسابيع كان هناك يعني مشاكل كبيرة حول هذا المعسكر، وربما كانت ستحتدم معارك كبيرة، لكن أيضا تم احتواء الوضع. طبعا محافظ المحافظة واللجنة الأمنية وكل يعني كل القوى سواء كانت رسمية أو شعبية داخل محافظة شبوة هي تعلم بخطورة تواجد هذا المعسكر معسكر العلم وخطورة الدور الذي يقوم به حاليا، وخطورة أيضا استغلال الإمارات للوقت ومحاولة يعني الاستفادة أيضا من هذا الوقت حتى تعيد الكرة مرة أخرى في شبوة، لأنها كما قلت لك محافظة شبوة هي محافظة نفطية ويوجد فيها مينائين استراتيجيين وتشكل أهمية كبيرة جدا. وبالتالي الإمارات تحاول جاهدة أن تعرقل وتعطل كل ما من شأنه أن يجعل من هذه المحافظة نموذج لنجاح الشرعية ونموذج حتى لنجاح دور التحالف داخل طيب يعني سيد أحمد لدعم الشرعية داخل هذه المحافظة حتى يعني يحولها فعلا إلى مشروع نجاح. هذه هي المشكلة. وبالتالي نحن الآن طيب سيد أحمد هنا تساؤل أخير مفتوحة. هنا تساؤل أخير سيد أحمد فيما يتعلق بمحافظة شبوة ومن خلال المعطيات والواقع الذي أنت أقرب إليه، يعني بالنظر للوضع في محافظة شبوة، هل لاتفاق الرياض أن يحسم الوضع في محافظة شبوة سياسيا وبالتالي يعني لن نشهد أي مواجهة قادمة، أم أن الوضع يسير باتجاه مواجهة قادمة في هذه المحافظة؟ نعم، هو من المفترض أن اتفاق الرياض قد شمل هذه المسألة، وهي من المسائل كما قلت لك المهمة جدا، وبالتالي يعني هي مشمولة في الاتفاق ونزع فتيل المواجهات وما شابه ذلك. لكن كما نرى نحن في عدن وفي المحافظات المجاورة عدن وحتى في شبوة، يعني مسألة بنود اتفاق الرياض الذين يعني يفترض أنهم سرعوا فيه وحلحلوا الكثير من النقاط، يبدو أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم تجاه هذه المسألة. وبالتالي يعني النقطة الملتهبة في هذه المسألة والتي ينبغي الاتفاق الرياض كان أن يحلحل الكثير ويفكك الكثير من ألغامها هي منطقة عدن وما حولها، ولم يحصل أي شيء في عدن، فما بالك في شبوة المحافظة التي تعتبر يعني محافظة كبيرة ومترامية الأطراف وبعيدة قليلا. وبالتالي الآن المحافظ محافظة شبوة يعني يحاول أن يطلع بمسؤولياته وينفذ دوره باسم الشرعية حتى يقوم يعني إبطال مفعول هذه القنابل الموقوتة التي تحاول إعادة الكرة وخلط الأوراق داخل شبوة. ونحن رأينا يعني في الأيام السابقة كيف أن هناك يعني حصلت بعض المشاكل في بعض قبائل القموش وهكذا، لكن الرأي العام والوعي العام داخل محافظة شبوة هو يعني هو الركيزة الأساسية للأمن العام داخل المحافظة، كلهم يلتفون حول محافظ محافظة شبوة لتوفر الثقة فيه وأيضا لاستشعار المواطنين هناك أن أي مشاريع دخيلة داخل هذه المحافظة ممكن أن تربك الأمور وتخلط الأوراق، وبالتالي هم كلهم يعني يرتصون صفا واحدا لمواجهة أي أخطار من قبيل هذه المعسكرات ومن قبيل أي أدوات تحاول الإمارات العربية المتحدة أن تفكك فيها محافظة شبوة وتفشلها تماما. نعم إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي أحمد جعفان، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، ونكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.